السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم احمد النشيد دراكلر وياي حمود، واليوم راح نعلق لكم على التوب 10 الحلقه رقم 34 او الاسبوع رقم 34 للتوب 10 الخاص بكل كول اوف ديوتي، من كول اوف ديوتي 2 الى كول اوف ديوتي 7 وان شاء الله 8 مودرن وورفير 3 الجاي لنا قريب. هاي الاسبوع تقدرون تشوفون صوت وصوره، يعني احنا واحنا نعلق فيديو وتقدرون بس تسمعون صوتنا مثل ما تشوفون في هاي الفيديو، طبعا برعايه منتل جيم، منتل جيم محل انفجر علي عيسى تاون، هاي رقم تليفونهم تقدرون تطلبون الجي بي في ار من عندهم وان شاء الله يوصلكم. وعندنا المركز العاشر اول واحد اكس بلاك اوبس، تشوف واحد وقاعد يلعب مره فرتو عنده انترفنشن في اي خريطه حمد، في خريطه هاي رايس، تشوف شلون التريك شوت يا سام عليه، يعني ينهي الجيم بحركة حلوة تريك شوت 360 وثلاث وثلاث ار 1 يا سام اكس داين وننتقل من العاشر الى التاسع 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 التاسع، من ويانا في المركز التاسع مو راضي تطلع، ما في اسم، لا في اسم، كينج برو اكس اي إنك بروس إكس إيه كيس إيه قصدي يعني قط جرينيت في ماب، ما أعرف اسمه الماب نفسه صراحة جديد، بس الشيء أنا حسيته شال خمسة، أنت قلت لي ما شال خمسة شال سبعة، لأنه طلع سبعة كسرى يعني شال سبعة ما شاء الله عليه ما شاء الله. شوف شال هني ما يبين إلا خمسة بعد، غريب والله كينج برو إكس إيه 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 الثامن الملك المحترم السعودي. أوكي عندنا ميك آي هانتر مركز الثامن في خريطة أفغان مدرما فرتو ويا البارت، ويا البارت يفلت لنا السمتكس ويفلت كل شيء عنده، خلاص كم كل شيء بس ليش يلعب خلاص بس نرجع البيت، يشوف واحد ياسان عليه وان شوت وان شوت كيل أوستك كوكس كوب ويصيد نوب توب اسمه يموت. ليش ما في كلان اسمه OSK OSK وان شوت كيل وان شوت الشيء الرابع الخامس السادس والسابع يا سلام عليك، طلع حرير طلع حرير ويجيب الحرير بس ما يراوينا كم واحد يقتل، ليش ما راويت لنا ذيك انت شكله شال اثنين بس ما يبي يراوينا كم شال من سبعة الى سبعة، خلنا نشوف السابع IVIQ واحد ويانا في اليوتيوب ما شاء الله عليه شغلة عدل 1.6 وشي له ستة يحتفل يقول لك 1.6 سبسكرايبر، مبروك على 1600 سبسكرايبر على سبعة مرة ستة على ستة اللي قتلتهم. ومن ستة إلى ستة خلينا نروح حق تركي 99 وهاي حشرنهم في السبون مالهم سوين لهم سبون تراب وقاعد يشيل، ما بنحسب لكم كم واحد، ما بنحسب لكم كم واحد شال، السبب اللي خلانا ما نخليه من الأوائل لأنه صار لنا كم اسبوع نحط لكم نفس الكليبات واليوم واليوم حصلنا اثنين بعد اكثر من اثنين اللي وصلوا، بس الكليبات اللي واضحه يعني اثنين فاخترنا منهم تركي وان شاء الله الثاني نحطه في الاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله. تركي 99 ما شاء الله عليك حشرتهم حق صح. مركز الخامس مستر اكس اكس يلعب على انا اتوقع لنا الكمبيوتر، يا سلام عليك صراحه الرندر سيتنج مال الفيديو عجبني صراحة أحسن شيء أحسن شيء في الفيديو، ما عليكم من القتلات ستة شهر بس ما عليك. مركز الرابع عندنا نايف 878 KSA وقاعد من السنايفر قاعد يلعب بلاك أوبس في خريطة حمود بخريطة اثنين استنى زمن خرائط أربعة يا ما شاء الله عليه شال أربعة وتشوف الخامس يصير أستاذ ما شاء الله عليه لونك شات كير شو اسمها خريطة ها أنا ناسي في المركز الثالث. المركز الثالث عندنا مستر عكوز، هاي عطاه ويانا 60 مرة 70 مرة شيء شيء ملك، إحنا كل مرة نقول عنه ملك شنو حمود التوم هوكس يشيل اثنين ثلاثة ويشوف واحد الرابع أنا قاعد أتكلم من الكليب اللي قبل يعني ويشيل الخامس إيس ويفوز فريقه بس تماهك يا مجرم مجرم. في المركز الثاني عندنا ستريس فيكس شال ستة مرة واحدة كواد وابل كواد وخمسة كواد واحد كواد زيادة إيس على على الطاير يعني شو يسوون هذول المجرمين شلون شلون أنا أخذ سنايبر ماشي 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 الواحد حتى فرنزي للمرة الثانية ويانا تي كيو فرنزي يشيل ثلاثة هيد شوت واثنين هيد شوت خمسة هيد شوت بس بس بطاقتين بطاقتين وواحد يصيده بعدين وهاي كان
الاسبوع رقم 34. هاي الاسبوع انا بوقف شوي حمود سالف وياهم شوي. هاي الاسبوع عندنا فيديوهات، خلينا نقول لكم عن الفيديوهات اللي عندنا. سوينا الفيديو حق ديفس كوميونيتي، تقدروا تشوفون فيديو عشان ترسلوا فيديوهاتكم حق ديفس كوميونيتي. صح. وعندنا الجيف اواي، الجيف اواي حق هاي الاسبوع اللي يشوف يشوف هاي عندنا اير كونفليكت سيكريت وورز. لحين ما طلعت اللعبة اير كونفليكت سيكريت وورز ان شاء الله، لحين ما طلعت اللعبة بيفور ريليز ديت بتحصلونها. كل اللي عليكم تسوونه سبسكرايب ولايك وكومنت، تحطونا في فيفورت بس. لا ارسلوا لها ربعكم ونشيك الاشياء الباقي بتصير، حطوا في المنتديات يعني مواقع بلاك بيري. فسووا سبسكرايب لايك وكومنت وفيفرت عشان تدخلون السحب. السحب اللي يفوز كومنت واحد، لا تسموه خلها يحطون كومنت واجد، بس اللي يفوز راح يحصل رساله نطلب منه عنوان بيتهم عشان طرش ليه، ورقم تلفونه علشان نعطي ديشال علشان ياكلون عليه وكل شيء. فالفايز ان شاء الله راح يستانس بهاي اللعبه اير كونفليكت. اير كونفليكت وكان هاي التوب 10. كان معكم حمود واحمد نشيد دراكلو، وتشوفوا الفيديوهات اللي عندنا اياها، ونشوفكم في الاسبوع الجاي. ومع السلامه. مع السلامه.